القادم بتصوري إذا كان سؤالك يتعلق بأمريكا، في حالة مقتل جندي أمريكي واحد فإن عادات أمريكا والعرف الرئاسي في أمريكا، أمريكا ستتحرك، وهذا التحرك سيضر بالعراقيين، بالعراقيين من أمثالي ممن لا نريد أن نجعل العراق ميدانا لحل المشاكل الأقليمية. نحن في العراق، آخر كلمة، نحن في العراق بحاجة إلى موقف وطني مجمع عليه، والموقف الوطني ممكن فقط من خلال عدم التطرف في اتخاذ القرارات، ولا نجعل العراق ميدانا لتصفية حسابات الدول. واضح أستاذ ديرشوي، يعني عبرنا دقيقة فدوة الإسلامية اللي تبتعد بلدها.